في خطوة غير متوقعة، أعربت مجموعة كونتي للقرصنة الإلكترونية عن ندمها، وذلك عقب نشرها بيانات تتعلق بمشاهير، إضافة إلى معلومات تخص دولا عربية، بعد أن سربت بالفعل 69,000 وثيقة سرية سرقتها من متجر غراف للمجوهرات في بريطانيا الشهر الماضي. وفي بيان أصدرته مجموعة كونتي قالت فيه إن البيانات التي نشرت لم يتم مراجعتها قبل تحميلها على المدونة، وأكدت أنها ستحذف أي معلومات تتعلق بأفراد من دول عدة بينها السعودية والإمارات وقطر. ووجهت المجموعة اعتذارا لولي العهد السعودي محمد بن سلمان وأي أفراد آخرين من عائلات حاكمة ذكرت أسماؤهم. وقال القراصنة إنهم عدا عن نشر البيانات على مواقعهم فإنهم لم يبيعوها أو يتاجروا فيها، وإنهم سيجرون عملية مراجعة أكثر صرامة لأي عمليات مستقبلية. ويرجح خبراء أن القراصنة أجروا محادثة مع شخص ما في الكريملين، والذي أخبرهم أن ما فعلوه فكرة سيئة جدا، ولهذا أزالوا البيانات. Thank you.